مرحبا بكم الناس الكل. أول حاجة نشكركم على تشجيعكم المتواصل ليا، وإن شاء الله كالعادة ديما ربي يثبتني على الحق. وفي الحقيقة هو فما مواطن تونسي اسمه محمد كريم العبيدي، تفرج في الفيديو متاعي هذايا الأخراني اللي عنوانه الإسلام دين مودة ورحمة أم دين عنف ضد المرأة، ووجه لي عدة انتقادات في فيديو هو عمله للكلام اللي أنا قلته. واللي يتفرج في الفيديو متاعه يفهم اللي هو معناها ما هوش مسلم، ولا يعتقد بأن القرآن أنزله الله تعالى، بل يرى أن القرآن هو من تأليف الرسول صلى الله عليه وسلم. على العموم هذا رأيه، وإحنا يعني كمسلمين نحترم حرية الرأي. لكن من ناحية أخرى معناها أصحابي قالوا لي ماذا بينا كان يعني تفسر لنا هالكلام اللي قالوا، هالشبهات اللي هو جابهم بوموا، معناها خل نفهمه وخلي الحوار يكون ثري معناها باه. دونك انا قررت باش نعمل اون فيديو كالعاده باش نفسر فيها هالشبهات اللي هو جابهم على الاسلام، ومعناها نوضح النقاط هذه. بس اول حاجه خلينا نشوفوه هو شنو قال على الفيديو نتاعي. بس سي كريم يعني لوم فيا كيفاش انا في الفيديو الاولاني لومت وليد، ومعناها قلت له شبيك تقول هكا يعني على المراه، وكيفاش انت اهنت المراه. ولهنا هو قال لي معناها انا كان عطى ربي ولا راني لومت علماء الدين، على خاطر هو وليد ما عمل الا انه نقل الراي نتاع علماء الدين دونك في المراه. باهي لهنا انا باش نجاوبك سي محمد كريم، ونقول لك اول حاجه نقول لك على السلامه. دونك لهنا نجاوبك سي محمد كريم ونقول لك يعني انا ما لومتش وليد على خاطره نقل راي علماء الدين في المراه او راي الاسلام في المراه. باهي باش نبداو بالتفصيل، انا راني لومت وليد على خاطر وليد حرف الدين تو سامبلومون. يعني وليد وقت اللي شفنا الفيديو نتاعو الاولانيه، الراجل ما يعرفش يميز ما بين الحديث وما بين الايات القرانيه. الحديث يعني ردوا ايات قرانيه. ثاني حاجه يعني هو اللي عمل زاد انه الايه اللي تفسر المعنى نتاع القوامة حرف الفهم نتاعها، وقال انه الرجال قوامون على النساء، دونك الراجل عنده الحق باش يهرس مرته بطريحه، وهذا كلام غالط جدا وماهوش صحيح. يعني هذا هو اللي انا لومت فيه وليد، معناها مش انه هو قال نفس الكلام اللي يقولوه علماء الدين في شأن المرأة. دونك هذه هي المسألة الأولى. ومن ناحية ثانية زاد نحبك تعرف حاجة،
أنه أنا راه إذا كان يجي عالم دين ويهين المرأة ويمس بكرامتها ويستغل الدين ويفسره تفسير غلط، يعني اللي أنه هو باش يحقر المرأة ويحط من شأنها، معناها أنا راني كيف ما نعامل الوليد كيما نعامله هو، معناها نلومه ونجي نفسر له أنه الكلام اللي قاعد يقول فيه غلط بالحجج وبالأدلة وبالبراهين الدينية وبالبراهين العلمية. زاد خاطر أنت باش تعرف قيمة المرأة، زاد العلم يفسر لك برشا حاجات عظيمة على المرأة. وأنا واحد من الناس، يعني القناعة متاعي الشخصية على المرأة هي أنه المرأة اللي هي مصدر الحياة واللي هي رمز للتضحية واللي هي عنوان للحب الغير مشروط، الإنسان اللي عنده عقل ما ينجم كان يحترمها. هذا هي المرأة بالنسبة لي. به دونك نتصور اني انا جاوبت على التساؤل نتاعك الاولاني اللي علاش انا لمت وليد. باهي، نشوفوا توا السؤال نتاعك الثاني اللي انت وجهته لي. باهي، السؤال الثاني موجود. ولا الرجل لكي يوعيها، هذا التفكير بحد ذاته هو تفكير يدل على العمق الإسلامي اللي في داخلك. المرأة ماهيش محتاجة ليك ولا غيرك، المرأة هي واعية وخاصة الجوع وتعرف اللي يصلح بها. اللي لازم توعيه هو الرجل ونظرته للمرأة، لأن ما موجود في المصادر الإسلامية اللي يجعل الرجل قيم وولي على المرأة هو يخليك تقول لازم نوعيه المرأة. لا، نوعيه الرجل، نقول لك ونأكد لك إن المرأة اليوم وخاصة في تونس راهي واعية، أما لازم توعي الراجل باش يغير نظرته عن المرأة ويفهمها الدين. بش سي كريم، أول حاجة نحبك تعرفها هو أنه أنا راني هبطت فيديو أول ولمت فيه وليد على الكلام اللي قاله وشرحت فيه مفهوم القوامة، وحبيت نرد الاعتبار للمرأة في الفيديو هذايا وحدي وحدي، معناها بطريقة تلقائية. والحمد لله أنه التفاعلات كانت إيجابية برشا، والفيديو الأولاني عملت يعني انتشار كبير بالقدا بين العباد، والنساء كلهم يعني شكروني وشجعوني وقالوا يعطيك الصحة. ومعناها في الفيديو هذا الأولاني أنا ما قلتش كل شيء، الشيء اللي خلى النساء وبرشا حتى أصحابي والرجال زادة طلبوا مني أنه نعمل فيديو ثانية اللي معناها نشرح فيها مسألة الآية متاع واضربوهن، اللي هي عاملة شوية قلق يعني للنساء، خاطر باش يحبوا يفهموها مليح باش يبدا ضميرهم مرتاح معاها. وزاد بالنسبة للرجال، يعني أنا كيف عملت هالفيديو هذية ما كانش الهدف متاعي أني يعني نوعي المرأة كأني أنا المرأة معناها محتاجة للرجل، ولا أنه أنا هذه الفكرة ماهيش فكرتي أنا، أنه أنا مش نوعي المرأة. وأنا نعرف أنه المرأة تقود في الدول ورئيسة ووزيرة، يعني ماهيش توا في وقت أنه تحتاج للرجل، وهذه أم مسألة محسومة والتجارب أثبتت ذلك. حينئذ أنا هالكلام اللي أنت قلته فيا، اللي العمق التفكير الإسلامي اللي عندي، وأنا نعتبر أنه المرأة تحتاج للراجل، أنا ما نخممش بالطريقة هذه بتاتا. والكلام اللي قلته في شأني هذا راهو غلط وظلم كبير، وأصحابي الكل يعرفوني أنا كيفاش نخمم وعائلتي، دونك حتى الطلبة متاعي الكلهم يعرفوني أنا كيفاش نظرتي للمرأة. دونك أنا أختلها بطل الفيديو الثاني دونك بطلب من النساء
هذيك هي الحكايه. هما قالوا لي ماذا بينا كان تعمل لنا فيديو ثانيه باش تفسر لنا فيها المساله هذه نتاع واضربوهن. باهي. ومن ناحيه اخرى زاد سي كريم نحب نذكرك اللي انا في الفيديو هذايا صحيح فما جانب انه المراه باش نفسر لها الظروف التاريخيه اللي نزلت فيها الايه نتاع واضربوهن. اما من ناحيه اخرى وين انا راهو انا الفيديو هذايا الهدف نتاعو الحقيقي هو رساله للرجل، على خاطرني انا في الفيديو بشنو ختمت؟ ختمت الفيديو باني وجهت رساله للرجل وحبيت نقول له فيها الرساله هذيك انه راهو من غير المعقول انه في الوقت هذايا احنا دونك نجيو ونضربوا المرأة بالعقلية متاع المرأة توا وبالتطورات اللي صارت في المجتمع. دونك هذه هي الحاجة اللي حبيت نقولها لك. بون، وكنصيحة زادة يعني باش نقولها لك من أخ إلى أخيه في الإنسانية هو أنه ما تتسرعش في حكمك على العباد، يعني ما تعرفش نيش انا شكون وما تعرفش طريقه تفكيري وما تعرفش يعني شنو المعتقدات نتاعي. دونك من غير المعقول انك انت تتهمني وتظلمني بالاتهام هذايا وتغلط زاده في الاتهام هذايا وفي حكمك عليا معناها. باهي. دونك نتمنى نكون اني انا اجبتك زاد على المساله هذه. بون، نتعداو للسؤال نتاعك الثالث. باهي. فوالا. ايش كان هذه الايه التي تهين المراه في القران او في الاسلام؟ بل هناك عشرات بل مئات الأحاديث التي تهين المرأة في الإسلام، بل التشريع الإسلامي بحد ذاته يعتبر المرأة تحت سيطرة الرجل، أي مواطن من درجة ثانية. إذا احنا مش ندخلوا في بقية الآيات والأحاديث التي تهين المرأة في الإسلام، وخلينا نكتفيوا بهذه الآية فقط ونشوفوا وجهة نظرك فيها، أو بالأحرى وجهة نظر الحداثيين اللي يحبوا يطوروا الإسلام لأنهم أصبحوا يستعاروا بما هو موجود في الكتب والتشريعات الإسلامية. بس أول حاجة احنا كمسلمين رانا ما نستعاروش من الدين نتاعنا، نحن بالعكس فخورين برشا بديننا والحمد لله. لكن الحاجه اللي نحب نفسرها لك، اذا كان انت قلت انه فما الكثير من الايات او الاحاديث اللي تهين المراه او زاد يعني التشريع الاسلامي اهان المراه، انا باش نجاوبك بكل صراحه. القران الكريم ما فيهش ايات التي فيها إهانة للمرأة، هذه أول حاجة. ثاني حاجة كان مش نحكيه على الأحاديث، الأحاديث إذا كان نلقاو فيها أحاديث فيها إهانة للمرأة أنا نأكد لك أن الأحاديث هذه مكذوبة على الرسول، والرسول بريء منها الأحاديث هذه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش إنسان يحتقر المرأة، ما كانش إنسان يهين المرأة. وكي نشوفوا السيرة نتاعو مع النساء نتاعو الكل، يعني النساء نتاعو الكل كانوا يحبوه، وعلاش يحبوه بالطبيعة؟ على خاطره كان باهي معاهم، وعلى خاطره كان طيب معاهم، وعلى خاطر كان يكرمهم، وهو كان يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. يعني لهنا اللي نحب نبلغهولك هو أنه الأحاديث هذية يعني كما قلت الأكثر باش تكون مكذوبة، ونأكد لك أنه هي مكذوبة على الرسول. وبالنسبة للفقه معناها الإسلامي في تعامله مع المرأة كيف الأحاديث المكذوبة على الرسول بالطبيعة هي لا تعبر عن الإسلام، معناها كيف نلقاو حديث مكذوب على الرسول
أو فهم للدين يعني فيه برشا إهانة للمرأة، هو هذا ما عنده حتى علاقة بالإسلام، وهو يعبر الأكثر على العقلية متاع المجتمع وثقافة المجتمع والقيم متاع المجتمع الذكورية، والقيم متاع المجتمع هذيك الذكورية هي اللي أفرزت الأحاديث المكذوبة على الرسول، وهي اللي أفرزت الفقه الإسلامي اللي فيه برشا إهانة للمرأة. ونحب حاجة نقولها لك، هو أنه من غير المعقول أنك أنت تطلب من رجل عايش في القرن الثامن الميلادي أو التاسع الميلادي أنه هو يفكر بنفس الطريقة اللي أنت تفكر فيها. هذه حاجة مستحيلة معناها أنت تطلبها، على خاطر هما في الوقت هذاك كانوا ينظروا للمرأة نظرة احتقار، ويراوها أنه هي يعني ما عندهاش قيمة كبيرة في المجتمع. يعني بطبيعة أنهم هما وقت اللي يجيوا باش يفهموا الدين ولا يفسروا الدين، باش يفسروه من منطلق التفكير متاعهم والقيم متاعهم والثقافة المجتمع متاعهم. دونك وإحنا كمسلمين مناش مضطرين أنه إحنا باش نستعملوا الكلام متاعهم والفقه متاعهم باش نتعاملوا احنا مع المرأة، على خاطر هما الكلام متاعهم والفقه متاعهم جاء في وقت معين وبتفكير معين وبثقافة معينة. احنا مانيش في القرن الثامن، احنا توا في القرن الحادي والعشرين بتفكير اخر وبثقافة مجتمع اخر. دونك احنا مانيش ملزمين انه احنا نتبعوهم هل الفقهاء هذوما، ومن ناحيه اخرى ما نجموش نلوموهم برشا على خاطر هما جاوا في ظرف معين وفي ثقافه معينه. دونك هذاك التفكير نتاعهم شنو اللي قللهم معناها. دونك فوالا. ومن ناحيه اخرى زادا نحب نقول لك انه معناها انا واحد من الناس يمكن نتبرى من العباد اللي في العصر هذايا اللي هما مازالوا يفكروا بالطريقه هذيك. مثلا نعطيك انا مثال على انسان من المغرب يدعي انه عالم في الدين، ويقول انه الرجل وقت اللي مرته تتوفى ينجم هو يمارس معها العلاقه الجنسيه وهي متوفيه وهي ما زالت ماتت، معناها جثة هامدة. قال لك هو شرعا مباح أنه الراجل هذا مرته ما زالت توفيت وهو يمارس معها الجنس. يعني شو نقول لك، ما 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 بلغها. فما عباد للأسف الشديد يدعيوا أنهم هما علماء دين ويحكيوا باسم الدين، ما هما يعني شخص كيما هكا. أنا بالنسبة لي يلزموا يمشي المعالج نفسي ويتعالج نفسانيا، على خاطر فضيحة أنه عبد يخمم بالطريقة هذيك. وأكثر حاجة نقولها له هو نتمنى له الهداية، بالمجد نتمنى له الهداية. وفما حاجة هنا والله نحب نقولها لك باش نفتح قوس، أنا راني عمري ما ندعي على عباد بالشر، وكان باش ندعي على عبد ديما ندعي عليه بالخير. علاش؟ خاطر أمي المرأة العظيمة علمتني ملي أنا صغير وتقول لي يا عصام عمرك ما تدعي على عبد بالشر، على خاطر انت كيف تدعي عليه بالشر شنو اللي باش يصير له؟ باش تصير له مصيبه، وشنو باش تستنفع منها انت المصيبه هذه؟ ماكش تستنفع منها حتى شيء. تقول لي الحاجه الباهيه اللي يلزمك تعملها هو انك تدعي له بالخير. علاش؟ خاطر كي تدعي له بالخير العبد هذاك هو باش يكون باهي مع روحه ومع العباد ومعك انت. دونك حينئذ الخير سوف يعم على الجميع. هذه الحاجة اللي أمي علمتها لي وأنا صغير، والحمد لله كبرت بها واقتنعت بها المسألة هذه، وهاني إلى يومنا هذا نطبق فيها. باهي، نمر للسؤال اللي بعده اللي أنت وجهته لي. دونك الإسلام كانت تهان وتذل وتضرب، وهذا كلام
المستمعين أن هناك مجتمع مكة ومجتمع المدينة، وكان من بيناتهم خلاف كبير في العادات والتقاليد، لأن مجتمع المدينة كان مجاور لليهود، وتعرفوا أنتوما اللي اليهود يهينون المرأة ويذلونها ويعتبرونها يعني شيء نجس، فلهذا الأوس والخزرج كانوا يتعاملوا معاملة سيئة مع المرأة، بينما في مكة المرأة لها قيمة وقدر. ما تحبش نذكر لك كل أسماء النساء المعروفين في مكة واللي عندهم قدر وقيمة، ولكن أذكر لك بعضهم. عندك خديجة، خديجة اللي هي زوجة محمد الأولى، هذه ما نتصورش محمد كان يجرأ ينزل هذه الآية وخديجة حية. هناك هند بنت عتبة اللي عندها قيمة وقدر، هناك أيضا أم قرفة، ولو ترجع للتاريخ قبل الإسلام لو تشوف المرأة قديش كانت عندها قيمة في مكة. حتى عائشة وحفصة حافظوا على هذه القيمة للمرأة، ولو حتى هما تربيوا في الإسلام، ولكن حافظوا على التمرد وعلى أنهم يقولوا رأيهم بكل شجاعة. حتى عائشة قادت جيش كامل في حرب ضد علي. إذا فكرة أن المرأة قبل الإسلام كانت مهانة هذه أكبر كذبة. صحيح أن المرأة ما كانتش عندها حقوق مثل الرجل في ذلك الوقت، ولكن هناك نساء عندهم قوة وعندهم قدرة وعندهم كلمة أكثر من الرجال. وأرجع للتاريخ، وهذا الكلام يفند قولك أن المرأة قبل الإسلام خاصة في منطقة مكة كانت تضرب وتهان. أما حول أسباب نزول الآية، مش كما تفهمت يعني كانت المرأة تهان وتضرب وتاكل رايح وغيرها من الحكايات هذيا، خاطر هذا الشيء ماهوش صحيح. وإنما هناك حادثة وقعت في المدينة هي اللي أدت إلى نزول هذه الآية، وهي قصة سعد بن الربيع. هذا الشخص المرأة بتاعه كانت بتكبر عليه وما تسمعش كلامه كل شيء، يا أخي ضربها كذا، يا أخي تغشت مشات شكات لبوها، يا أخي بوها هزها وشاع عند محمد وقال له راهو سعد ضربها بكذا، وهي كانت اسمها حبيبة. فمحمد قال له القصاص، يعني ترجع وتضرب راجلها بكف كيما ضربها. يا اخي هو جا ماشي، محمد قال لهم راهو نزل عليه الوحي ونزل هذه الايه، الرجال قوامون على النساء، والمراه كي ما تطيعش راجلها وما تسمعش كلامه عنده الحق بعد ان يكلمها بالسياسه من بعد ان يحجرها في المضاجع انه يضربها. علاش؟ لو نرجعوا لسعد، هذا سعد كان من أعيان الخزرج، وكان من الشخصيات المرموقة، وفوق هذا الكل كان تاجر كبير وعنده فلوس ياسر. محمد قال كان مش يخلي مرته تضربه مش توقع مشكلة، يمكن ما عادش يعجبه الإسلام. إذا هو نزل هذه الآية أو قال هذه الآية أنها نزلت عليه مش يكسب وسعد وما يخسروش، هذا هو الهدف. إذا الآية هي سياسية بحتة من أجل مصلحة محمد في كسب هذا الشخص لجانبه. أما تقول لي أن المرأة كانت تضرب وتهان، ما نتصورش أن محمد ينجم يضرب خديجة ولا أي واحد يضرب بنت ولا أم قرفة ولا غيرهم من النساء الشخصيات المعروفين في مكة. إذا التفسير بتاعك مع الأسف ليس له أي أساس من الصحة. طبعا محمد مش يربي حبيبة أبوها منع ضرب المرأة على الوجه، يعني اعتبر اللي سعد غلط يضربها بكف، بل محمد ذهب لأكثر من ذلك، منع أنها تخلي لها أثر على الجسد بتاعها مهما كان، بل حتى أنها تكلم على الدابة
وقال لا يجوز ضرب الدابة على وجهها. إذا هنا باش يرضيهم شوية وما يتغشوش عليه ويرضي الطرفين، يعني لام سعد بطريقة غير مباشرة، ولكن في نفس الوقت ما عطاش الفرصة الحبيبة باش ترجع له الكف اللي ضربوها. باش دونك انت سي كريم، بالنسبه ليك المجتمع الجاهلي كان عكس ما انا نقول، انه النساء يعني في مكه كانت عندهم قيمه وقدر ومكانه على غرار السيده خديجه بنت خويلد وهند بنت عتبه وام قرثه. يعني دونك النساء في الجاهليه في مكه كانت عندهم قيمه وكانت عندهم قدر ومكانه كبيره، وكانوا الرجال يحترموهم وما كانوش يضربوهم، وذلك عكس يعني المجتمع في المدينة اللي كان متأثر باليهود، وكانوا يعني اليهود يحتقروا المرأة، وبالتالي الرجال في المدينة كانوا يعاملوا نساهم معاملة سيئة، وهذا عكس الكلام اللي أنا قلته في الفيديو اللي النساء كانوا في الجاهلية يضربوا، معناها الرجال في الجاهلية كانوا يضربوا نساهم لأسهل الأسباب ولأقل الأسباب. به وانه الايه هبطت باش تحصر ضرب الرجل في المراه في حاله واحده اللي هو النشوز، به وانه الضرب يكون في اخر يعني حل. بون انا لهنا يعني باش نجاوبك وش نقول لك؟ نقول لك انه انت الامثله اللي خذيتهم سيدة خديجة وهند بنت عتبة وأم قرفة، يعني هما هذوما نساء من علية القوم، وهما نساء اللي يعني كي نحكيو على السيدة خديجة والسيدة والسيدة خديجة وهند بنت عتبة، معناها هما عند والديهم بوهم، معناها كان ناس من علية القوم وعندهم جاه وعندهم سلطة وعندهم كلمة ومن الأشراف نتاع قريش، دونك بالطبيعة أنه هما باش يبداو بنات مدلين وبنات يحسوا بالكرامة وبعزة النفس، على خاطر وبيتهم عندهم مكانة كبيرة ياسر وبيتهم عندهم شرف، وحتى الراجل كي باش يعرس دونك بأي واحدة فيهم نساء هذوما اللي عندهم والدين عندهم مكانة وقدر كبير، بالطبيعة باش يحترم نساء هذوكم احتراما للبو اللي هو عنده هيبة، كيما واحد يعرس بنت رئيس ولا واحد يعرس بنت وزير، بالطبيعة زاد هو باش يعاملها معاملة طيبة، وبالطبيعة زاد هي من ناحية أخرى باش تكون ترافي روحها عندها قدر وقيمة كبيرة، على خاطر مسخنة كتافها بوها كيما احنا نقولوا. أما أنا مش على هذوما راني نحكي، أنا نحكي على نساء العامة نتاع مكة كيفاش كانوا يعيشوا. على العموم انت قلت انه نساء نتاع مكة كانت عندهم مكانة وقدر وقيمة وهيبة، ونساء نتاع المدينة كانوا يعاملون معاملة سيئة من طرف ازواجهن. به بون انا اللي باش نقوله لك هو انه الكلام هذا بصراحة انا لقيت العكس نتاعو تماما، معناها كلامك كما انت قلت لي غلط، ما انا بدي نجم نقول لك كلامك غلط. بون على العموم انا عندي الادله من المصادر، معناها باه نعطيك مثلا في كتاب صحيح البخاري كتاب النكاح باب موعظه الرجال ابنته لحال زوجها رقم حديث 4895، بين قوسين الحاجات اللي باش نحكيهم لك انا توا ما همش من مصدر واحد، لكن يعني لو كان جاء من البخاري وحده مثلا ولا من مسلم وحده مثلا، يعني تنجم تقول لي كمان هذه رواية واحدة في كتاب تاريخ واحد ولا في كتاب أحاديث واحد، دونك ما هيش دليل قوي. أما أنا المسألة هذه لقيتها في كتاب 2 3 4 5 6 6، نسيت ما كتبتوش بون، أما على الأقل في 5 مصادر تاريخية، معناها مش أمور متاع فديك. المصدر الأولاني هو صحيح البخاري كما قلت لك، كتاب النكاح بموعظة الرجل ابنته لحال زوجها رقم الحديث 4895. اش يقول الحديث هذا؟ يحكي فيه عمر بن الخطاب اش قال؟ قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الانصار اذا قوم تغلبهم نساؤهم. يعني
العكس في معشر قريش اللي هما في مكة كانوا يغلبوا نساء يحكموا في نساء، في حين أن وقت اللي مشاو للمدينة وقدموا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فاتفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. يعني ولاوش نساء نتاع مكة ياخذوا من نساء يتعلموا من نساء نتاع المدينة أنهم هما عندهم شخصية كبيرة وعندهم كرامة وعندهم منزلة. يا أخي ولات شي مرت عمر ابن الخطاب ولات تراجع فيه، معناها هو يقول لها كلمة ويترجع له، يقول لها اعمل هذيك ويقول له لا ما نعملش، معناها تبقق فيه كما نقولوا احنا. إذنك لين هو تغشش معناها، فأنكرت أن تراجعني، الراجل تغشش كيفاش مرته ولات كلمة بالكلمة ما عجبتوش الحكاية. اش يقول يعني أحمد بن حجر العسقلاني اللي هو شارح فتح في شارح صحيح البخاري، يقول في كتابه فتح الباري لشرح صحيح البخاري كتاب النكاح باب موعظة رجل ابنته، معناها نفس الباب ونفس رقم الحديث 4895 الصفحة 191، يقول قوله وكنا معشر قريش نغلب النساء أي نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك. دونك نفس الرواية هذه نلقاها في سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التحريم رقم الحديث 3318، ونلقاها زادة في صحيح مسلم والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. بين قوسين أنت كيف تقرأ يعني آية كما حديث كما هكا رواية كما هكا، يعني تحس أنه النساء كانوا عندهم قدر ومن بعد ساعدهم تكب بعد الإسلام، ولا تحس أنه العكس؟ هو قال والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، معناها نساء حكاية فارغة بالنسبة لنا، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، يعني قبل نساء لكان عندهم حقوق لكان عندهم حتى شيء. مانيش نحكي بالطبيعة على نساء من اللي هما من آلية القوم اللي معناها كيما هند بنت عتبة وسيدة خديجة بنت خويلد، مانيش نحكي عن سيدة ما نحكي عن سيدة العام، معناها بنت الزوالي بنت الإنسان العادي اللي كانوا في مجتمع قريش. قالت عمر بن الخطاب كانت حكيتهم تقول عندهم حقوق لحد شيء، كي جاء الإسلام وقتها وين ولا عندهم حقوق؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هذه زاد رواية عند نور الدين الهيثمي، مش كتب حديث معناها هذوما كتب تاريخ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد كتاب الطلاق باب الإله رقم الحديث 7832. شو يقول؟ كيف كيف عمر بن الخطاب كنا بمكة لا يكلم أحدنا امرأته إنما هي خادم البيت، معناها الرجال كنا في مكة